جت في فترة الحلاقين ببغداد عموما عزلوا محلاتهم وسافروا، واحنا من العالم عزلنا المحل وسافرنا، تركنا العراق، تركنا بغداد الحقيقة، لأنه نزلت مجاميع بالشارع مسلحة تقتل الحلاقين. نسد المحل سنتين أو سنة ونص أو سنتين، نهاية 2007 بداية 2008 رجعنا للعراق وفتحنا المحل نفسه الحمد لله. مدتی است که خبری از مهند نیست. هیچ کس نمی‌داند او کجاست. همه نگران وی هستند. برخی تلاش می‌کنند با او تماس بگیرند، اما موفق نمی‌شوند. تا اینکه به صورت غیرمنتظره یک پیامک از طرف او می‌رسد. با عرض پوزش، برادرم کشته شده. برای همین نمی‌تونستم تلفن رو جواب بدم. التقیت بكم کلیه الفنون الجمیله وراها ورا فتره جاني اتصال من البيت انه لازم ترجع للناصرية. يعني من الاتصال انه حسيت انه اكو فد، يعني من كان اتصلت بي اختي سيستر، وكان من اتصالها يعني اكو فد حادثة معينة في البيت. فمن رجعت لقيت انه اخويا اللي اكبر مني متعرض لحادثة قتل. انا اخويا يعني كان أكثر من مجرد أخ، يعني بالنسبة لي يعني كان هو أخ وصديق وكل شيء، يعني كل شيء بحياتي. هو اللي يعني هو اللي دوزن أفكاري، عارف كيف؟ يعني هو اللي كان دائما الدافع اللي يدفعني للأمام. هو يدرس ماجستير فلسفة، كان يساري، تعرض يعني جهات سياسية، كان هو يدرس دائما من يتكلم مع طلابه بالكلية، كان يعني ما يضم عليهم شيء، يتكلم لهم عن الوضع السياسي، يتكلم لهم. فأكو جهات سياسية كانت ما تحب هذا الشيء، فحرضوا ناس وقتلوه، يعني ما أعرف قتلوه بكل برود أعصاب. يعني كان أنا قدرت أشوف أنه ما راسه مفصول عن جسمه، وكان كان انا اظل اتكلم راح تندرج، مو اصير مشكله هنا وكافي. اوكي، مين كان قتلت اخوك؟ مين؟ لا لا، مين راح، ما راح اقدر اقول لك مين، لان يجوز انا نفسي اتعرض. اليوم جمعه، ما أعرف، خطر على بالي أكتب له رسالة. أنا أعتقد أنه هو يراقبني، أعتقد أنه يحيط بي يسمعني، لذلك أنا أكتب له رسائل. راح أكتب رسائل لمحمد، محمد اللي هو أخوي. أبدا يا صديقي، إذا أقلقت عليك منامك، لكن أشتاقك جدا. حاليا الكهرباء طافية بالمنطقة، قبل البارحة المولد اللي تسحب من عندها الكهرباء الأهلية، صاحب المولدة كان اكو فتح خلل كهربائي بالمولدة،
وهو دا يصلح بالخلل اتكهرب وادى الى وفاته وتوفر يعني وحاليا